ونحمل هذا الحلم ونتضامن معا من أجل تحقيقه، من أجل تنفيذه على أرض الواقع بالعرق والكفاح والجهاد، بنية خالصة لله سبحانه وتعالى، بعزيمة صادقة لا تلين، بإرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف ولا وهن، بوفاء لهؤلاء لهذا المشروع ولهذا الدين، بتضحية تربينا عليها، ننكر فيها ذواتنا ولا ننام فيها ليلنا، بل نعمل فيها بالليل والنهار، بمعرفة بمبدأنا لا نحيد عنه. لقد بايعنا الله عز وجل منذ عقود طويلة على هذا الطريق ومع هذه الجماعة المباركة، وفي يوم من الأيام كان مرشدنا الراحل عمر التلمساني عليه رحمة الله يقول لنا: إنني أتمنى أن يذكر اسم الإخوان ولو شتمونا في الجرائد أو الإذاعات. وجاء اليوم الذي أصبح اسم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة يدوي في مشارق الأرض ومغاربها، بين حالم بأن ينتصر مشروعنا وحزبنا ورائسنا القادم إن شاء الله، وبين كاره أو حاقد يكين لنا الاتهامات وينثر حولنا الإشاعات. ولكنها فرصتكم أيها الشباب، أيها الفتيات، أيها الرجال، أيها النساء، إن كل رجل وامرأة، كل شاب وفتاة في أرجاء مصر وخارج مصر من المصريين ينتظر منكم اليوم أن توضحوا له الحقائق وأن تقولوا له كلمة الصدق حول ما يشاع، ولا تنطلي الأكاذيب على الناس. إياكم أن تنزعجوا من حجم الأكاذيب والإشاعات، إياكم أن تنزعجوا من حجم التشتت الذي يمكن أن يحدث. لا، إنها فرصتكم، فرصتكم لتوضحوا للناس الحقائق ولتطرقوا عليهم الأبواب ولتلتقوا بهم في الشوارع والطرقات والحارات، في القرى والبوادي، في المدن والمراكز. الناس كلها آذان صاغية تريد أن تستمع إليكم وأن تتعرف عليكم وأن تشرحوا لها مشروعنا الذي عشنا من أجله سنوات وسنوات. أيها الإخوة، إننا لسنا في لحظة فارقة في مصر فقط، إن العالم كله ينتظر هذا المشروع، إن الحضارة الأوروبية والحضارة الغربية في أمريكا وأوروبا، بل في الدول الأسيوية أذن لها أن تبدأ مرحلة الأفول، أذن الله سبحانه وتعالى أن تعيش سنوات الانكسار. هذه هي سنوات تتضعضع فيها أسس هذه الحضارة في الأخلاق والماديات، وكان موعدنا نحن أن نبني حضارتنا، أن نبني مشروعنا، أن نرسي أسسه على أسس قوية. هذه لحظة تنتظر منا العرق والجهد والبذل والتضحية. إياكم أن تظنوا أن مرشحنا أو مشروعنا يمنيكم بالعنهار العسلي كما يريد البعض أو يغرقكم في الوعود. إننا نقول لكم من الآن: أمامنا شهور وسنوات نعمل فيها معا، نتضامن فيها معا، لكي نطلق مشروعنا القوي القادر على قيام مصر بدورها الرائد في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي أفريقيا ثم في العالم كله. أمامنا سنوات من العرق والبذل لكي ننمي بلدنا ونقوي اقتصادنا ونحقق التماسك الاجتماعي. مشروعنا يقوم على استقلال حقيقي ونظام يجعل إرادة الشعب فوق إرادة الحاكم، ويجعل كلمة الأمة فوق كلمة الرئيس أو الزعيم. مشروعنا يتيح لكل مصري أيا كانت عقيدته، أيا كان دينه، أن يحلم بأن يتبوأ أي موقع طالما كان كفءا له، وأن لا يحرم من حقوقه ما طالما هو يؤدي واجباته. أيها الإخوة والأخوات، لا أريد أن أطول عليكم، إذا لم نحلم كما حلمنا في الماضي فلن نستطيع أن نكمل المسير، إذا لم تحلق أحلامنا في جوزاء السماء فلن نستطيع أن نقود العالم الإسلامي والعربي، إذا لم نتبنى مشروعا حقيقيا فلن نستطيع أن نحقق آمال المصريين، إذا لم نكن رجالا على مستوى المسؤولية
فعلينا وعليكم العفاء. كونوا رجالا، كونوا صادقين، اخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، واصدقوا العزم، وواصلوا الليل بالنهار، وثقوا ان الله معكم لن يتركم اعمالكم. طالما اطلع على قلوبكم هذه فوجد فيها الاخلاص، واطلع على اعمالكم فوجد فيها الصدق، فان نصره ات لا ريب فيه، ات لا ريب فيه. يسألونك متى هو، قل عسى ان يكون قريبا. موعدنا 23 من هذا الشهر، 24 لتتدفق ملايين المصريين الى صناديق الانتخاب لتصوت لرمز الميزان لمحمد مرسي رئيسا لمصر ان شاء الله. نريد ان نحسمها من الجولة الاولى. والله معنا، الله معنا، الله معنا. والسلام عليكم ورحمة الله. وفي لقاءاتنا في الميادين وفي المحافل وفي القرى المصرية ذهب معنا الكثير من الرياضيين، ذهب معنا الكابتن هادي خشبة، وذهب معنا الكابتن مجدي طلبة، وذهب معنا الكابتن محمد عامر، وذهب معنا الكابتن حمزة الجمل ومحمد حمص وعلي فرج، والآن جاءنا الدكتور جمال عبد الله واحد من لاعبينا الكبار، جاء ليدعم مشروع النهضة، ويؤيد الدكتور محمد مرسي وله كلمة. يا جمال قولها ويا، يا جمال قولها ويا، مرسي رئيس الجمهورية. منذ لحظات بعد نور مجلسي الشعب والشورى
الذي أضاءت أنواره وغطت على أنوار الجميع. جاء نور هل علينا، زاد الأنوار نورا. جاءنا الدكتور صلاح سلطان. وأيضا من الرياضيين الأكفاء الذين كان لهم باع كبير في نادي إمبي ومنتخب مصر، اللاعب الموهوب سمير صبري. جاء ليدعم مسيرتنا ويعلن تأييده لسيد الدكتور المهندس محمد مرسي. وأيضا الصخرة والجوهرة والغزال والرجل الأسمر الجميل ربيع ياسين. وكما أن الشعب يريد مرسي رئيس، الشعب يريد مرسي رئيس. فنان جميل كان له إنتاج كثير في قناة مصر 25، الدكتور محمد النجار. أحبابنا على شمال المنصة أو يمين المنصة في هذا الجانب، نرجو أن يفسحوا الطريق للسيارات حتى لا نكدر على الناس، لأن هناك زحام في المرور. نرجوهم أن يفسحوا الطريق أكثر حارتين أو حتى 3 حارات. شكرا. معنا كما قلت في البداية شاب جميل، فنان خلوق، يربي وتحت يده أكثر من 3.5 ملايين من التلاميذ، موجه عام بوزارة التربية والتعليم. أنتم تعرفونه، إنسان خلوق، فلتستمع إلى كلمة منه، الفنان هاني كمال. الله يلا يا هاني قولها ويا، يلا يا هاني قولها ويا. مصر رئيس الجمهورية، مصر رئيس الجمهورية، مصر رئيس الجمهورية، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. السادة الحضور الكرام، أشعر بضآلة كبيرة وأنا أجد نفسي واقفا بين هامات كبيرة نفع الله بهم وحفظ الله بعلمهم مصر إن شاء الله. جئت اليوم لأتحدث إليكم في دقيقتين. الأولى، أنا واحد من هؤلاء الفنانين الذين يحلمون بمصر القوية، الذين يحلمون بمناخ طيب أطمئن فيه على أمي